الله يعاونك المعلم. حيث حددت مبلغ 175 درهم للقطار بنسبة 95 درهم للقطار بنسبة قمح الصلب و 385 درهم للقطار بنسبة مصر. وزير الفلاحة علي الأخنوش تحدث عن خصوصية البخور في محل الريح للسماء. انطلاقا للموسم الفلاحي ديال السماء غادي نبداوها بوجود ديال واحد جوج مليون من كيف الكبار ديال البذور المختارة وكذلك 60,000 تقريبا طن اللي هي موجودة ديال الزومبري وكذلك البوتابوت اليوم غادي نوصلوا في أفق 2020 إن شاء الله تقريبا 635,000 هكتار اللي تعمل. السلام عليكم. مسموح اخويا؟ السلام عليكم. بسم الله. السلام عليكم.